اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي المصريين في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير. معكم علي اسماعيل من محافظة الأليوبية وتغطية جديدة من خلال موقع المصري اليوم. اعزائي المشاهدين، النهارده معانا نموذج من النماذج المشرفة، عم عبده رغم سنه الا ان هو مازال بيشتغل وبيكافح، ربى اولاده وأولاد عليا ومنهم دكاتره ومناصب كبيره ومازال لغايه النهارده شغال واقف على رجليه. النهارده عم عبده زي السمك، بيقول لك انا لو قعدت في البيت هموت. زي ما احنا شايفين مازال بيشتغل واقف على رجليه، هنا حياته، هنا قضى عمره اكثر من 50 سنه في المهنه دي، شغال فيها وما بطلهاش في يوم من الايام، رغم تعرض عليه كتير ان هو يقعد في البيت الا ان هو رفض. ازيك يا عم عبده؟ كل سنه وانت طيب. عرفنا كده عليك. الحاج عبد الفتاح ابراهيم. يا اهلا وسهلا. عندك كام سنه يا عم عبده؟ 70 سنه. 70 سنه ما شاء الله. قول لي بقى لك كام سنه في المهنه دي؟ كده 58. 58 سنة في المهنة دي، هي دي مهنتك الأساسية، مفيش شغلانة تانية؟ لا هي. عندك أولاد قد إيه؟ أربعة. أربعة ما شاء الله، قول لنا بقى أنت علمتهم تعليم كبير، تعليم عالي كلهم. كلهم. يعني فيهم دكاترة وفيهم محاسبين. كبيرة أستاذ دكتور في جامعة عين شمس. ما شاء الله. دكتورة اقتصاد. اللي ورا منها مهندسة ديزاينر. ابني محاسب في القاهرة للدواجن. الأخيرة بقريوس بس قاعدة في البيت. ما شاء الله، عندك أحفاد قد إيه؟ عندي الحمد لله 11 حفيد. 11 حفيد، ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. برضه فيهم دكاترة. أكبرهم الدكتورة ملك، ثالثة طب أسنان. ما شاء الله. وكريم أولى طب. لسه ما تخصصش. لسه ما خلصش، ربنا يخليهم لك يا رب. قول لي بقى المهنه هنا انت شغال فيها ايام ما كانت تكلفه البدله بكام؟ اول اجر اخدته في البدله هنا 8 جنيه. تفصيلها 8 جنيه. 8 جنيه. ما شاء كانت الله. كان لسه القرش ساغ والتعريفه كان لسه موجود بقى. كانت مطلوبه المهنه دي في وقتها. كانت هي اللي شغاله، ما كانش لسه بقى جاهز. لا الجاهز ما كانش انتشر زي دلوقتي. دلوقتي الجاهز غطى كتير. كان المحل دون بيجي عليه رمضان، قبل رمضان بشهرين كان المحل ده ما بيتقفلش. ثلاث شهور القفل بتاع المحل ما كانش بيتحط فيه. ثلاث شهور ما بيتقفلش. ثلاث شهور ما بيتقفلش. شغالين 24 ساعة. الكلام ده في السبعينات. في السبعينات. كان انت كنت لوحدك ولا كان شغال معاك حد؟ لا كان معايا يجي 10 شغالين هنا. امال هم فين دلوقتي؟ كلهم اصحاب محلات دلوقتي. ما شاء الله، علمتهم وبقوا اصحاب محلات. الحمد لله، كلهم كل المنطقه هنا عارفين ان انا يقول لك الوسطى الكبير بتاعنا هنا. ما شاء الله. هنا في الفرنواني، في الشرقاويه، في المحطه، في ابو المنجه، كل المناطق دي الحمد لله. مازال لسه في لحد دلوقتي زباين بيجي لك؟ انا شايف قدامك بدله بتفصلها اهي، مازال لغايه دلوقتي في زباين بتجي لك؟ وبرفض. وبرفض زباين كمان. ليه بقى؟ خلاص ما بقتش يعني زي زمان يعني. كان طب ليه ما قعدتش في البيت؟ القعده في البيت مرض. انا لو قعدت، انا بقول لهم لاني نماذج كتير كانت قدامي، يعني اللي بيقعد في البيت بحس انه بيمرض ومرض الدنيا كله بيركبه. فانا الحمد لله انا باجيها من البيت لغايه هنا ماشي. يعني مسافه قد ايه؟ مسافه قد ايه؟ يعني من حوالي 2 كيلو. 2 كيلو بتجيبه ماشي؟ من شارع الخمسين لغايه هنا. يوميا؟ يوميا، وبروحها ماشي. كان عندي عربيه قعدت راكنها يجي سنتين لغايه ما زهقت وبعتها. من لكنها ما بتركبهاش وبتجيها ماشي؟ لا باجيها ماشي. بتيجي مشي يوميا 2 كيلو؟ يوميا 2 كيلو وانا جاي و2 كيلو وانا مروح. يعني برضو بتروحها ماشي؟ ماشي. مش توفير فلوس؟ لا. انت بتحب الرياضه، بتحب المشي. الفلوس يعني الحمد لله مش عايز اقول لك. ربنا يزيدك. بس المشي حلو. عندي حفيدي من حوالي 3 اشهر او 4 اشهر، يعني مش مسافه بعيده. مامته اللي هي المهندسه
بتقول لي ايه؟ بتقول لي ما تركب، طب عدي يا بابا القرنواني واركب لغايه المحل. رد عليها الصغير ده، قال لها ده المشي الجد وفايده ما شاء الله، واخد بالك؟ ما قدرتش تتكلم. وعندي اولادي كلهم لو يعني بيتمنوا، مش عايز اقول لحضرتك انهم بيبوسوا ايدي عشان اقعد. ابني قعد في اكتوبر، يا بابا تعالى واللي انت عايزه، اقول له لا. حاولت قبل كده تقعد بس ما عرفتش؟ لا هقول لك، ما حاولتش ان اقعد. ليه؟ لان انا لو خدت يوم اجازه انا ما بطيقش اكمل في البيت. انا حتى يوم اجازتي اللي هو يوم الحد، انا الساعه 9:30 الصبح بكون هنا في المحل. يعني يوم الحد ده المفروض انت بتقفل فيه بتريح فيه في البيت، ما بتقعدش في البيت. 9:30 بكون هنا، الساعه 3:30 بقفل واروح العصر. ده يوم الحد. ده يوم الحد. الايام العاديه بقى يومك بيبدا بالساعه كام؟ من 9:30 ل 9 بالليل. 12 ساعه شغل. وانت هنا في المحل. يعني الناس هنا زي ما انا شايف في ناس قاعده بره، اصحابك هنا من قلب المنطقه. انت ما جيتش الصبح تشوفهم كمان، تشوف اكتر من كده. كمان اكتر من كده. ربنا يزيد يا رب. قول لي بقى، يعني ال 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 البدل الجاهزه دلوقتي قضت على المهنه؟ هي ما قضتش، لان في اسعار خرافيه دلوقتي في الجاهز. فالتفصيل برضه لحد ما في حنين. ففي اللي هو بيبقى مثلا مش قادر يجيب بدله ب 2000 ولا 3000 جنيه جاهزه، بيجي يفصلها بتكلفه ايه؟ 1000 جنيه 1100، يعني على حسب ايه القماش وعلى حسب التفصيل، حسب القماش وحسب الخامات. بتبقى حنينه عن الجاهز. البدله بقى بتاخد في ايدك قد ايه؟ لو انا جايب لك قماش، او انت اللي بتجيب القماش ولا هو اللي بيجيب لك القماش؟ هو اللي بيجيب. هو اللي بيجيب. لو انا جايب لك القماش وعايزك تعمل لي بدله، بتاخد معاك قد ايه شغل؟ يعني اسبوع بروفا واسبوع استلام. اسبوع بروفا واسبوع استلام، يعني 15 يوم. 15 يوم تستلم البدله. تستلم البدله. احلى بدله. يعني مش عايز اقول لك انها بتعادل الجاهزه. ما شاء الله، خبره سنين بقى. خبره سنين. يعني دي بدله من البدل الجاهزه اللي انت جايبها؟ اللي انا مفصلها دي، واللي وراها بالطو. طبعا نشوف كده بدله من اللي... لو هي معلقه كمان لو كانت تبقى احسن. دي بدله، ده تفصيلك انت؟ تفصيله ما شاء الله. ده ولا يعني احسن من الجاهز كمان. ما انا بقول لك يعني بتعادل الجاهزه، مش عايز اقول زياده بس خليها تعديلها. يا قول لي بقى، وده بالطو برضه تفصيله. وده بالطو هتيجي انت كده بالطو. بالطو ده خد منك قد ايه شغل؟ لا ما هو شغل شغل، هو ياخد اليوم بس طبعا، بيبقى فيه غيره وغيره يعني. على حسب برضه. ده بالطو خامته حلوه كمان يعني. ما شاء الله تسلم ايدك. حتى التقفيل تقفيل زي الجاهز بالظبط. يعني الفنيات دي بقى انت اتعلمتها على مدار سنين طويله. يعني كل وقت بيبقى له طريقته في شغله. يعني شغلي زمان من 50 سنه، بلاش اكتر من كده، كانت طريقه الشغل ده دي تصحيح. دي تصحيح. تصحيح تصحيح. دي تصحيح. دي بدل برضه وريني كده. ده بدل التصحيح ده، واحد جاي عايز يظبطها. يظبطها برضه يعني، اذا كانت واسعه يضيقها. كده يعني، دي تظبيط. تمام. فقول لي بقى، اللي بيجي لك كتير على عمليه التظبيط دي؟ لان ما فيش حد بيعمل بدل هنا تقريبا الا انا. ما فيش غيرك هنا بيعمل البدل اللي هي هو اللي في ايدك دي ايه بقى؟ ده جاكيت ولا بدله كامله؟ لا ده جاكيت بتاع عريس. ده جاكيت عريس. لحظه واحده برضو اوريك جزء من تفصيلته يعني. اللي هي الياقه المدوره دي. التصميم بيجي لك، هو بيجيب لك التصميم ولا بيقول لك انت تختار؟ ولا انت بيبقى عندك انت اشكال بتوريها له؟ اللي بيبقى اذا دلوقتي اغلبيه الشباب بيجيب لك التصميم من على الموبايل جاهز. دي بدله عريس. دي بدله عريس.
طبعا لسه ما خلصتش كمان. لا لسه. تمام، بس التقفيل ما شاء الله، يعني التقفيل ما شاء الله عليه حاجه، مفيش ما شاء الله عليك، تسلم ايدك. هو اللي جاب لك التصميم من على الموبايل؟ لا يعني مثلا هو عايز، انا عايز التفصيل، عايز الشكل ده، عايز التفصيله، عايز القصه دي. بيتقدر له انت قبل كده بقى تقول له القماش هات كام متر قماش الكلام ده كله؟ لا هو اي تفصيله، هو القماش على حسب الجسم، على حسب الجسم. انت يعني انت تقدر تقدره، تقول لي هات لي متر 2 متر، يعني مثلا في بدله بقول له هات لي 3 متر، اما بيكون جسمه مليان سمول شويه. في واحد بقول له هات 3 وربع، في واحد بقول له 3 ونص، في اقسام بتوصل ل 4 متر. 4 متر بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني. ودول بيتهيألي بيبقى صعب انه يلاقوا، بيلاقوا يعني في الجاهز فبيجي يفصل. صعب صح؟ فبيضطر انه يجي يفصل. وبعد ما بيجي يفصل بقى يقول لك ايه، انت احسن من الجاهز. صح؟ الله يخليك. قول لي بقى، كان اصعب موقف اتعرضت له وانت بتفصل بدله؟ مفيش حاجه مثلا عملت حاجه لعريس وباظت قبل الفرح بحاجات بسيطه، حصلت معاك دروب؟ لا هو يعني بتحصل ظروف، يعني مثلا في يوم واقف بشتغل وانا سرحان اتحرقت البدله. وكان عريس ولا ما كانش عريس؟ لا بدله عاديه. بدله عاديه. بس عادي، بالتراضي هنجيب قماش غيرها وبفصلها، واغلبيه الزباين اللي هنا عارفين. سرحت انت شويه على المكوى ولا تعبك بقى 15 يوم راح في لحظه؟ لا ده عادي، بتمر عليك عادي. نصيحه بقى كده، اللي هو بيقول لك انا بعد سن المعاش المفروض اقعد في البيت، المفروض ما اتحركش ما اخرجش، تقول له ايه؟ لغايه اخر نفس في حياتك اشتغل لو قادر، ما تنامش الا لما تكون انت فعلا مش قادر تنزل من على السرير بتاعك بس، انما طول ما انت فيك نفس وقادر تنزل من على السرير انزل. والمشي رياضه؟ المشي ده، المشي ده اهم حاجه. انا بقالي 15 سنه دلوقتي بمشي المشوار ده، 2 كيلو رايح و2 كيلو جاي، يعني 4 كيلو في اليوم، وما شاء الله يعني لا تعب بقى ولا كده. اللهم لا حسد يعني. الحمد لله. اللهم لا حسد. لا الحمد لله. واولادك مبسوطين بيك؟ الحمد لله. تعبت وزوجتك موجوده ولا متوفيه؟ بلد ايه؟ بقالها 9 سنين. 9 سنين بس. كانوا الاولاد كبروا بقى؟ كان كلهم اتجوزوا. وبعدين الحمد لله يعني ربنا كرمني باولادي، يعني صاينين العشره وشايليني، هدومي مكويه، هدومي مغسوله، ما اكلي اكلي صابح يوم بيوم، وانا ما باكلش اكل طقه بيت العلم حضرتك ليش. هم يوميا اكل جاهز، يوميا اكل جاهز، يوميا. هو طبيعي منهم مش انت اللي بتطلب؟ لا هم خلاص عرفوا طبعك. ايه ابوهم بقى وهم عشرين لا وتعبت عليهم، وشقيت وتعبت عليهم، لا كلل ولا ملل. لا 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 لا. 54 سنه وانت واقف على رجلك، بتقوم من الساعه 9 الصبح ل 9 بالليل، 12 ساعه شغل في مهنه. ده 12 ساعه دلوقتي. 12 ساعه دلوقتي، امال قبل كده كانوا هم طلبه تقريبا كان 18 ساعه شغل ما شاء الله. كنت اقفل من هنا من الدكان من اهو. ايوه يا ريس. كنت اقفل من الدكان هنا الساعه 2 الفجر، وكان يجي عليا اوقات اصلي الفجر في جامع الضباط واروح البيت. تمام. انت قلت لنا البدله انت بدات ب 8 جنيه في السبعينات. السبعينات. دلوقتي بتوصل بقى سعرها كام بالتفصيل؟ دلوقتي هنا عشان منطقه شعبيه 500. 550 ده نادر يعني على ما يكون. تمام. شكرا لك يا عم عبده، وربنا يديك الصحه يا رب ويبارك فيك. واحنا انت نموذج مشرف، الله يخليك، احنا فخورين بيك وبوشك البشوش وبضحكتك الجميله والطيبه اللي باينه على وشك، وربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه. ربنا يكرمك في اولادك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين مشاهدي مصر اليوم، كنا معاكم مع عم عبده، يعني اقدم ترزي هنا في شبرا الخيمه. 54 سنه مهنه شغل، اقل حاجه فيها كانت 12 ساعه، بدات ب 18 ساعه ويمكن اكتر في 3 شهور زي ما سمعنا منه، كان محل ما بيتقفلش.
عنده 3 أولاد كلهم مؤهلات عليا ودكتورة جامعة، وأحفاده برضه في كلية الطب 11 حفيد ربنا يبارك له فيها يا رب. النهاردة لا كلل ولا ملل وما زال واقف على رجله وعايز يشتغل مش عايز يقعد، يقول لك أنا المحل هنا روحي وهي دي حياتي، أنا عندي استعداد وإمكانيات أقعد في البيت لكن لا أنا مش هقعد في البيت. بيمشي 2 كيلو رايح 2 كيلو جاي 4 كيلو ده الرياضة، وده سر صحة عم عبده. ربنا يديك الصحة يا رب ويبارك لك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين مشاهدي مصر اليوم، كان معكم علي إسماعيل من محافظة القليوبية.